عدة وجوه للتدخل الإيراني في الأزمات العربية. طهران تظهر رسميا دعمها لحكومات في المنطقة، لكنها بالتوازي تسعى لتشكيل ميليشيات موالية لخدمة أهدافها ولو على حساب دول الجوار. تناقض المواقف الإيرانية ظهر في الاتفاق الذي وقعته وزارة دفاعها مع نظيرتها العراقية لمساعدة بغداد على تعزيز جيشها وصولا إلى تشكيل جيش عراقي وطني قادر، موقف يتناقض مع تصريحات أطلقها مؤخرا نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، أكد فيها وجود جيوش شعبية مرتبطة بالثورة الإيرانية في العراق وسوريا واليمن، إضافة إلى القاعدة التقليدية لبنان. سلامي قال إن إيران شكلت في العراق قوات شعبية يبلغ حجمها 10 أضعاف حجم حزب الله في لبنان، وقوات مماثلة في سوريا تحمل اسم حزب الله السوري، إضافة إلى إقرار إيران بأن ميليشيات الحوثي في اليمن تمارس الآن دورا كبيرا في المشهد اليمني كدور حزب الله في لبنان. موقف آخر يدعم تناقض المواقف الإيرانية بين الرسمي المعلن والخفي ما ذهب إليه رئيس البرلمان علي لاريجاني بأن بلاده استطاعت تشكيل قوة ردع تحفظ أمنها وتساعد على الوقوف في وجه التحديات. ازدواجية المواقف الإيرانية حيال المنطقة تحاول طهران من خلالها زيادة نفوذها الإقليمي من أجل المساومة حول برنامجها النووي وقضايا أخرى مقابل ضمان المصالح الغربية. مصطفى خطيب، العربية.